بغداد دار العلم ومقصد طالبيه، هكذا كانت وهكذا تريد أن تبقى رغم النوائب التي مرت عليها عبر السنين. 22 عاما ومعرض بغداد الدولي للكتاب مسرح ثقافي وسوق فكرية تستقطب المهتمين بالقراءة على مدى 10 أيام، وها هي تفتح أبوابها للمشاركين في معرض الكتاب الدولي. ما نلاحظه من عدد الجمهور الذي موجود في هذه القاعة وفي القاعات الأخرى هو عدد حقيقة لا بأس به، ويبشر بأن نسخة هذا المعرض ستكون نسخة إيجابية، بالرغم من أن هناك تحدي الجائحة وتحدي درجة الحرارة وتحدي ربما الوضع الاقتصادي، لكن رغم كل هذا نرى هناك حضور ربما يتميز عن بقية المعارض في الوطن العربي. رواد من مختلف محافظات العراق ومن دول العالم زاروا المعرض للاطلاع على ما هو جديد ومميز من الكتب، كما لوحظ في المعرض كثرة رواده من الشباب العراقي الذين أثبتوا أن مآسيهم اليومية لم تغير طبيعتهم الشغوفة للقراءة والمطالعة. احنا اليوم جايين حتى ما نقطع سبل انه الناس ما تترفد، انه هواي ناس يقولون انه الناس بدت ما تاخذ كتب او ما تشتري كتب، بالعكس انه هذا المعرض هو الواجهه الرئيسيه لكل الدول يعني حتى تجي وتعرض هنا، وهذا الشيء يعني نعتبره شيء انجاز مهم للبلد. دور نشر ومكتبات من مختلف دول الوطن العربي جاءت لتعرض كتبها على الرغم من تداعيات جائحة كورونا والفوضى الأمنية في بغداد، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية. باعتبار نحن اليوم أول يوم يعتبر الإقبال جيد جدا، خاصة أنه بالفترة الصباحية، عادة الفترة الصباحية بيكون من الإقبال فيها ضعيف، فنحن كمعارض معودين دائما أن يكون في إقبال ضعيف أول يوم وشوي شوي يزيد هذا الموضوع. هذه التجربة، تجربة معرض الكتاب الدولي للدورة 22، يعني هي تعتبر تحدي للظروف الصعبة اللي يمر بها العراق، وليس العراق فحسب وإنما العالم ككل، خاصة جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العراق والعالم أيضا. هي بغداد تريد أن تقول للعالم إنها ستبقى نبراس علم رغم كل المآسي، ولنهضتها بعد أن دمر المغول إرثها الثقافي عبرة وموعظة.